ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها نذكر على الخصوص رفع المساحات المسقية إلى 200,000 هكتار، وكذا السقي بالتقطير إلى 500,000 هكتار، وكذا توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب. كما ستعمل الحكومة على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب، حيث سنعمل على إنتاج 65 مليون قنطار سنة 22 و 71.8 مليون هكتار قنطار عفوا سنة 24، ورفع إنتاج الزراعات الصناعية، بحيث سنعمل على تغطية 25% من احتياجاتنا من السلجم الزيتي و 33% من الذرة في آفاق 24. كما سنعمل على ارتفاع بذور إنتاج بذور البطاطا، حيث نستهدف تغطية الاحتياجات الوطنية في آفاق 24. ومن أجل هذا، وعملاً بمبدأ الأرض لمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية حسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط صارم يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها.